السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك كحر علم وار ميديا مركز السود وهذا أدي هذا وما سنت هدينا رجوك تهدينا نقع سكت فضلا سبسكرايب سار علم وار ميديا قبل لك فرصة يادو هشور بحنا ذا المستقبل كسوق اللي هدي علينا أصحاب هذا اللي وذاك سوق فائدة استان سيد هذا قبه هذا قبه فائدة ستي ما أنت أري مهل عجاه يا رماع عذر كورونا فيروس كايا مربحين كوبر ديك هي إن ناس بلوسي أي واحد أي شلة شكتي إن هشيس لجاري دارو كو أدن لعجيه تدوين هالسينة يي إن تضابط كان صار نج تضابط كصار صعدة أنت كونغرس كوسن فسح يساعدين يدو نانسي بلوسي أو هجاميها حزب الديمقراطية أنا في عنك أغلق وكيلة ده يسدو كلامي شو مكانه لو يسونا هجاميها وسر حزب الريبوبليكان أنا قدومي أغلبية إن سنة كا ويسونا حقيقي إن شاء الله اللي بدو دب وده حلين قطع تلفون كوده حلين مركي أوه رئيسي وحنا قلنا ميج مكانه نسون وده هذا لذا ستوس أو قلوق لهين إن شاء الله وحلين مركي اللي بدو ده أي مركي أوه رئيسي ستوس وده حلين وحنا يشجعن إن هذا السود واش يجرتو سلام ركانا قلاف كجرا إن السوق بقبين دون وحنا حقيقيين إن أنت بدن لسكو أفكرتي أنت فصح وسن عادين كريسماس كنا كونغرس كا هشيس لا جاري دونه أرمها لعجها سدوا كلنا نانسي بلوسي جاك شمر يجو حي تاجرين لعكتها أي سكرة عين أنت بدن حبناها كونغرس كا اللي بدأ حزبي أو أهل عك سجل بقول يسدد بليان يدو سدوا كلام يجمع كونه لو يسوون قرشين يشم بقولوا بليان لكن وح حد مو قنيسة إن أنت أن لجارين كريسماس كا وفصح وسن عادين دولة ميزانية ده يا وح يكوي تاي كوبي طبعا كبش ديسمبر بشان ديسمبر أي نكجرنا دولة أي حرمي سبا هدي أن هشيس لجارين مركو حمو قنيسة إن أي هذا اللي بدر إن عيسى هذا أي سو سود وهذا نانسي بلوس إلى هذا تطبات كصوص هذا أي هشيس لجاري دونا يد أي مش مكون المركي هو رئيسنا شل يخد كتلفون كأي كوا ده هلين وحنا يشجع انقلابات كجرا إن لحلنا يو إسلام مركا أنا سيد أقول رخصها بدن هشيس لجاري دونا العدد إلى يسقال بقول يسدد بليون وهذا اللي بدر حزب إنتو ده بدنا يسكر راعين العدد المركا وعلى لا هي العدد خاص وتدوينها للصين يكون مجرت العدد يكون يلا بدر بقول هيد كم مجرت العدد تدوينها للصين يو لكن وح كجرت العدد سدح بقول الدولار وأن employment تجي أو سدح بقول الدولار لقد تجي دونه سدوا كلنا صدنا يشان بليون وحلاصين دونا شقلها عافماتك هلك سدوا كلا سدح بقول أو بليون لكن عصير جرير لصين دونه مركا العدد سجل بقول يسدد بليون أو أنت بدن مال أنت اثنين تعرف فهين تي إذا كم دم بس تعلى صوبن تجي دونه أي وح أن كجرين العكس توصل تدوينها حلاصين يو أو العكس يكون يلا بدر بقول يقويسك يو حي كبدنا كم جرتوا لكن العكس أن employment تجي سدح بقول الدولار أو كجرتوا هي سدوا كلا صدنا يشان بليون وشقلها عافماتك لصين يو هي سدح بقول أو بليون أو لصين يو جناسية يو حلاص وقتها أنت بدنا يحرمان جرهان مقايده مركا جناسية يو يصير دقلها ودن كوسو كبع وصعدو وإن جناسية يو يطلع عقل الصين مركا إن كستو تدوينها العقلان هاي سو إن بدن كنتن مليون كبدن كنتن مليون أو قفل اللي هاي عنا يري هاي سو واحد عنا ما هيستان هدنا سدع سأي مقرز من حيون الدول ترى مصدق كل شلة أقل قعد كهاللي أيال لويدي هلك أمر يو هذا الكي واحد وشاجي إن لا بدنا حد السود وشيء جرتوس لمركا ودونه ين هشيس لجاره واحد وحقيقي إن قرقو سارين إن هشيس جاران مركا سيدا نانسي بلوسي مج مكونا الحديبة وده هذا اللي بلابين وح مو قناة سر جفي علينا جرت مركي وهر ما يسن وده هل جرين ومج مكونا لما حلين نانسي بلوسي هذا وح مو قناة مركي إن سود وشيء جرت نانسي بلوسي وح ليه ذهاي تضابط كصوص عضا يا بهشيس لجاري دونا مركا هذا قرشان لصوبن دجال عقد وينها لصين يصير توصل كوني لا بقول كم جرت لكن العقد أنا employment كأي سدح بقول دولار لقد جد دونا العقد قرشان سجل بقول يسدد بليونا وهذا صوص عضا سيدا مو قناة aragaana markii wixii ka soo baxay insha Allah waynu arki doonaa in dhinaca hadaan eego arrimaha siyaasadda madaxweynaha la doortay Joe Biden iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa shalay waxa ay wareysi siiyeen markii horeysay si wada jir ah iyagoo wada wareysay u siiyeen telefishinka CNN waxyaabo fara badan ayayna ku wada hadlay Joe Biden hadii aan koor mar waxa uu yiri marka la idaariyo 100 maalmood ayaa shacabka dalka Mareykanka ka codsan doona inay maaska xirtaan si loo faafiyo si loo yareeyo faafitaanka qatarka cudurka coronavirus ka waxa uu yiri maskaraatigu ma noqon doono min abadkii la xirnaan doona laakiin 100 maalmood ayaa shacabka ka codsan doona inay maskaraati xirtaan si yareeyo qatarta cudurka coronavirus ka waxa uu sidoo kale wax laga weydiyay arinta talaalka hadii uu soo bax inuu qaadanayo waxa uu yiri Dr. Anthony Fauci hadii uu yiraado talaalka waa la qaadan kara waan qaadanayaa waxa uu sidoo kale yiri Dr. Anthony Fauci xilka uu hadda hayo uu sii hayn doonaa maadaama lix madaxweyne uu la soo shaqeeyay waxaan sidoo kale aan ka dhigi doonaa ayuu yiri inuu noqdo madaxa arrimaha caafimaadka la taliyashiisa inuu u noqdo asaga uu la taliyo qaas oo dhinaca caafimaadka uu noqdo ayaa sidoo kale ka codsaday inuu in noqdo ayuu yiri Kamala Harris ayaa dhankeeda la weydiyay
weydiiyey in tallaalkan ay qaadanaysay in kale waxaana ay sheegtay in haddii hay'adda FDA-da ay ogolaansho siiso inay qaadan doonto hay'adda FDA-dana waxaa laga sugayaa inay kula yeeshaan 10-ka bishan isla markaana ogolaansho ay siiyaan tallaalka arrimaha cudurka coronaviruska. Waxaa sidoo kale Joe Biden arrimaha tallaalka sidoo kale waxaa ka hadlay saddex madaxweyne oo horey waddanka u soo martay, Bush, Obama iyo Clinton, waxaana ay sheegeen in tallaalkan marka uu soo baxo dadweynaha hortooda ay isu tallaali doonaan si kalsoonida tallaalkan ay sare ugu qaadaan shacabku ay ku qabaan isla markaana ay ku dhiirradaan inay tallaalka qaataan. Saddexdaasi madaxweyne waxay sheegeen iyagoo weliba la duubayo oo warbaahintu ay joogaan in tallaalkan ay qaadan doonaan si kalsoonida shacabka ay sare ugu qaadaan waa Obama, Clinton iyo Bush. Sidoo kale waxaa Biden wax laga weydiiyey arrinta iscafinta oo qoyskiisa iyo qareenkiisa iyo isagoo iscafinayo madaxweyne Donald Trump, waxaana uu sheegay sababta isku cafinaya dad ayaa soo weydiiyey waxa ay tahay in madaxweynaha iyo qoyskiisa aan wax dambiya loo soo raacan karin haddii uu xilka ka tago, wax aqalka cad uu ka tago. Marka waxa uu sheegay in waddanku ma fahansana, ayuu yiri madaxweynuhu waxa uu ka damacsan yahay inuu isagu iscafiyo, inuu qoyskiisa cafiyo waa la gartay. Marka waxa uu yiri waddan caalamku waxay noo eegayaan inaan nahay waddan sharciga kala dambeyna ka jirto, marka ma ahan in sharciga kala dambeynta qof waliba gacantiisa uu ku qaato. Waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey arrinta faragelinta wasaaradda cadaaladda oo madaxweynuhu faragelinayo, waxa uu yiri anigu haddii qofka aan u magacaabo, ayuu yiri, inuu wasaaradda cadaaladda hogaamiyo, wax faragelin ama ku samayn doono wuu madax banaanaan doonaa. Waxa uu yiri ma ahan cadaaladda tayda, waa tan shacabka, waana inay madax banaanaataa, ayuu yiri, oo wax faragelina aan lagu samaynin. Iyadoo wasaaradda cadaaladda sida aan la socono faragelin badan ay jirtay xilligii madaxweyne Donald Trump uu xilka hayay, isla markaana xitaa markii uu wasiirka cadaaladda hadda xeraleha guud ee waddanka uu 2 maalin ka hor uu sheegay in doorashadu ahayd mid xalaal oo xura, madaxweynuhu uu aqalka cad uga yeeri, isla markaana la leeyahay dood kulul ayaa dhex martay sababta uu hadalkaas u sheegay xeraleha guud ee waddanka. Marka Joe Biden waxa uu xaqiijiyey in uu ku dadaali doono sidii wasaaradda cadaaladda ay si madax bannaan ay u shaqayn lahayd. Arrimaha cudurka coronaviruska sidoo kale haddii aan eego shalay marka la dhimashadii ugu badnayd ayaa waddanka ka dhacday, 2879 qof ayaa shalay oo keliya waddanka ugu dhimatay, halka 217,604 kiis waddanka shalay laga diiwaangeliyey. Sidoo kale in ka badan 100,000 ayaa hadda isbitaalada u jiifta arrimaha cudurka coronaviruska. Sidoo kalena hadda kiisaska Mareykanku 14 milyan ayay shalay gaareen. 6 maalmood gudahood ayaa 1 milyan oo kiis waddanka laga diiwaangeliyey. 18 maalmood oo ay lasoo dhaafay 3 milyan oo kiis ayaa waddanka laga diiwaangeliyey. Dhimashada hadda waxa ay sidoo kale maraysaa muuqanaysa in dhimashada waddanka sidoo kale ay cerka isku sii shareyso oo 207,500 ay hadda kusii dhowdahay. Taasina waxay muuqanaysaa in kiisasku cerka ay isku sii shareereen, dhimashadu weliba ay sarreyso. Hadda 27 gobol ayaa kiisasku sare u kacayaan, 14 gobol hoose u dhacayaan, 9 gobolna waa dhexdhexaad. Hadda 30 sekond kasta waxaa la leeyahay qof ayaa cudurka coronaviruska waddanka uu geeriyoonay. Gobolka California, gudoomiyaha gobolkaasi Gavin Newsom waxa uu ku dhawaaqay 3 toddobaad oo dadku guryahooda ay joogayaan kadib markii sare ay u kacday kiisaska laga helayo guud ahaan gobolkaasi. Waxaana uu sheegay in haddii kiisasku ay sidan usii kordhaan oo goobaha dadka xaaladda degdega hal dhiga ICU-da ay sidan usii buuxdhaafaan, waxay noqon doontaa, ayuu yiri, in guud ahaan gobolka xayiraad lagu soo rogo. Sidoo kale duqa magaalada New York Bill de Blasio ayaa isaguna waxa uu sheegay in hir labaad oo cudurka coronaviruska uu gobolka New York kusoo wajahan yahay. Waxaana uu sheegay in 7 maalmood ee lasoo dhaafay kiisaska la helayay ay sare u kaceen 500,000 ilaa iyo bishii May markii cudurkan uu bilaabmay. Waxaana uu xaqiijiyey in hadda ay soo bandhigayaan machad lagu baaro arrimaha cudurka coronaviruska. Gobolka New York waxa uu ka mid ahaa gobolladii, gaar ahaan magaalada New York waxay ka mid ahayd magaalooyinka sida baan uu cudurku saameeyey. In ka badan 300,000 oo kiis ku dhawaad ayaa laga helay, ka badan 24,000 oo qofna waa ugu dhinteen arrimaha cudurka coronaviruska. Marka waa warbixinadii ugu dambeeyey maantaan idiinhaya. Waxaa muuqanaysa hadda marka labada xisbi isoo dhawaasho inay jirto oo laleeyahay 7 soo socda heshiis ayaa laga yaabaa in laga gaaro arrimaha lacagaha, walow aysan ku jirin lacag dadweynaha si toosa loo siinayo. Labada xisbi hadda waxay isku raaceen intooda badan lacag gaaraysa ilaa 900 bilyan. Lacagtaasi ayaa la filayaa in inta kongareska uusan fasax aadin la ansixiyo, iyadoo sidoo kalena dowladda ay xirnaan karto maadaama miisaaniyaddii dowladda sidoo kale ay ku egtahay 11-ka bishan December aynu ku jirno. Mitch McConnell iyo Nancy Pelosi shalay markii u horreysay wada hadleen waxaana ay leeyihiin waxaa hadda aan u dhownahay inaan heshiis gaarno, isla markaana lacagaha inta badan waxaa lagu caawin doonaa ganacsiyada yaryar iyadoo lacagta unemploymentigna la kordhin doono. Arrimahaasi ayaa ugu dambeeyey wixii warbixinaha ay kasoo kordhana Cilmi Waari Media ayaad kala socon doontaan. Haddii aad laydma subscribe saar gambalaalkana furo si aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliya. Haddii aad laydma asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aad uguba aad uga faa'iidaystaan. Inta mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waari Media, sidaa iyo nabadgelyo.